والخوف كان واضح حتى للعيبه اللي بيجي من المدرب طبعا. طيب ده وصول البعثه للفندق على طول كابتن خطيب وكابتن سمير عدلي، والصوره طبعا واضحه يعني بعثه فرقه النادي او فريق النادي الاهلي، ده اتوبيس الفريق اكيد طبعا جزء من السفاره المصريه وموجودين بيقدموا كل اي شيء بيطلبه النادي الاهلي طبعا. الناس ما بتتاخرش ابدا. وصول بعثه النادي الاهلي ايمن اشرف والمجموعه ككل، كابتن بيه وهيسلم طبعا على كل الناس، فرحه حلوه طبعا. انتصار كبير جدا، وانتم مش هتشوفوا الكلام ده غير في ملعب الاهلي، يعني مش هتشوفوا الكلام ده غير في ملعب الاهلي. كارتيرون المدير الفني مع كابتن خطيب، كابتن اسامه، كابتن يوسف هيبوس كابتن خطيب طبعا عشان كمان المكافئات، كابتن مصطفى كمال. عمرو طبعا مترجم، استاذ عمرو المترجم رائع، عمرو معلول ازهاره، ليندمان، كابتن سامي قمصان، سيمو حلل الاداء، صلاح محسن، صلاح محسن بلو دور ان شاء الله الرحمن في اللي جاي، مروان محسن، دكتور خالد، دكتور هاني تغذيه، احمد حمدي، دكتور نبيل اللي فات، احمد حمدي، السلية ومحمد هاني، احمد فتحي، كلوبالي، قصير كلوبالي، كلوبالي نزل طبعا بتشعبط عشان هشام محمد، بحييه يا رب تبقى نقطة انطلاقة كبيرة لهشام محمد بإذن الله. شناوي أحسن جول في أفريقيا، نيدفيد، سعد سمير، محمد نجيب، أرجل الشخصيات صحيح. اللي تعرفها على طول، ده الأوتيل أكيد كده، وتورتاية أهي، تورتاية والسفارة، ومبروك مكتوب عليها إيه؟ مبروك الأهلي، مبروك الأهلي. التورتايه دي انا شفتها كتير قبل كده في تونس بالذات. ايوه نفس الشكل، نفس المكان، مش نفس الاوتيل كمان يا سيد؟ لا ده مش الاوتيل، مش ده طبعا ما ينفعش اقوله، ده التاني اوتيل تاني. الجاليه المصريه، احمد سمير في الجاليه، من الجاليه المصريه، اهلاويه هناك في تونس. انت عارفين ان احنا بقى لنا جمهور كبير جدا، استاذ ماهر وعمر الاداريين النادي، انا بتكلم بجد والله مش هزار، بقى لك مشجعين في تونس، عارفين المعلومه دي؟ في المغرب، يعني لا من اصول مغرب، من اصول التونسيه وفي المغرب.